السلام عليكم. النهارده هنشرح ازاي نستخدم مكنه التشويه ونعرف ايه الوظائف اللي تقدر تاديها لي عملي على مكنه التشويه معانا، تمام؟ مكنه التشويه هي دلوقتي المكان اللي بينزل، مش مجرد مكان بيصور لي النسخ اللي احنا عايزينها وبس، تمام؟ بينزل فيه وظيفه التشويه ووظيفه الطباعه والفاكس والسكانر، تمام؟ دي تعتبر الوظائف الاساسيه اللي بتنزل معايا. الوظائف كلها ما فيهاش شغل اكتر من الشغل في الوظيفه بتاعت التصوير، ودي اكتر حاجه هنركز عليها المره دي، ان احنا ازاي نستخدم المكنه في التصوير. وهنعمل ان شاء الله قائمه تشغيل هنرتب فيها فيديوهات متقطعه كل وظيفه لوحدها، بحيث اللي عايز يخش يدور يفهم الوظائف ورا بعضيها بيشغل قائمه التشغيل بتشغل الفيديوهات ورا بعض. اللي عايز وظيفه معينه بعينها ان هو عايز يفهم الوظيفه دي ايه، يخش يفتح على وظيفه معينه يعرف يستخدمها ازاي. مبدئيا مكنه التصوير معانا اول وظيفه بالنسبه لها اللي هنتكلم عليها اللي هي تصوير الورق. تصوير الورق بالنسبه لي هنا يعني في ورقه معايا عايز اطلع وقتها من المكنه نسخه منها، تمام؟ فبناء عليه في مكان بحط فيه الورقه اللي معايا، تمام؟ مكنه التصوير عندنا مكانين نقدر نحط فيه الورق اللي هنصورها، اول مكان اللي هو الفيدر من فوق، ثاني مكان على الازاز بتاع السكانر من تحت، تمام؟ اللي هو هنا. طيب لما بحط اصور الورق في الفيدر، اشمعنى الفيدر؟ يعني ليه عملوا فيدر وليه عملوا سكانر؟ الفيدر عشان لو عندي مجموعه من الورق عايز اصورهم بسرعه ورا بعضيهم، بحط مجموعه الورق هنا في الفيدر بالمنظر ده، تمام؟ الوش الورقه اللي انا عايز اصوره بيبقى لفوق، تمام؟ دي كده اول مركوزه. بمجرد لما بحط الورقه مكانها، في حساس بيحس ان الورقه اتحطت في الفيدر، بناء عليه لما هدوس زرار التصوير اولويه السحب بالنسبه لي هتبقى من الفيدر مش من السكانر تحت، تمام؟ فالمكنه هتشتغل، هتسحب الورقه اللي في الفيدر هتصوره، حتى لو حاطط ورقه تحت على الازاز بتاع السكانر من تحت مفيش استجابه من ناحيته، طول ما في ورقه موجوده في الفيدر يبقى المكنه هتشتغل من الفيدر، تمام؟ قلنا الوش بتاع الورقه يبقى فوق، تمام؟ كده. لو هصور من تحت يبقى هحط الورقه على الازاز بتاع السكانر هنا تحت، تمام؟ وضعيه ان انا بحط الورقه ازاي، هي هنا الكورنر ده هو الاساس بتاعي، ان انا بحط بلزق الورقه في الكورنر هنا، ايا كان مقاس الورقه ايه. في وضعيتين بالنسبه للورقه اللي فوق، يا اما احطها كده بشكل طولي يا اما احطها بشكل عرضي، تمام؟ تمام. طيب بالنسبه اتعرفنا ان احنا بنحط الورقه بتاعتنا الاصل اللي انا هصوره منين. طيب طالما هحط اصل وهيتصور يبقى هيطلع لي على ورقه، تمام؟ النسخه هتطلع على ورقه، يبقى لازم في ورق ابيض هحطه في المكنه. الاماكن اللي بحط فيها الورق الابيض عندي في المكنه بيبقى عندي الادراج، عندي الدرج الاول، الثاني، الثالث، الرابع، وفي عندي هنا في الجنب حاجه اسمها باي بوكس. الباي بوكس دي عشان لو انا محدد المقاسات مثلا بتاعت الادراج بتاعتي A4 و A5 ومفيش مثلا A3، لو حابب اصور ورقه A3 من غير ما اغير مقاسات الادراج ممكن افتح هنا، لو عندي ورقه السمك بتاعها تخين شويه ممكن اصورها من على الباي بوكس، بتبقى اسهل من ان هي تتصور من الدرج، بيبقى الباي بوكس عنده المقدره ان هو يسحب، تمام؟ الادراج من جوه في طريقتين بتحط فيها نوعيه الورق الواحده او مقاس الورق الواحده، يعني مثلا لو ورقه اي 4 يا هحطها بشكل طولي يا هحطها بشكل عرضي، لو حطيتها كده يبقى انا حاططها ايه؟ حاطط الورقه بالعرض، في ناس بتقول عليها كده بالطول، بس بالنسبه لنا احنا كاستخدام ولو حد سالني في اي استفسار بالنسبه للمكنه ده بالنسبه لي كده انا حاطط الورقه في الدرج بالعرض، تمام؟ وممكن احط نفس المقاس بس بمنظر ثاني اللي هو طولي، تمام؟ ان انا احط الورقه بالمنظر الطويل، تمام؟ نفس الكلام الدرج الثالث، نفس الكلام الدرج الرابع. طيب بالمره هناخد ازاي نغير مقاسات الدرج، تمام؟ يعني انا معرض ان انا عايز معايا مقاس ثاني عايز اغيره او عايز اغير مقاس الدرج، مقاس الدرج بيتغير ازاي؟ هنسي مثلا هنغيره من الشكل الطولي للشكل العرضي، تمام؟ في عندي هنا الحدود بتاعت الورق، جوانب الورق يمين وشمال، دي بقدر ان انا اتحكم فيها اغير مكانها ازاي، بفك القفل بتاعها من هنا بدوس على ده، تمام؟ وفي عندي هنا زي سويتش بدوس عليه وبمسك الحدين احركهم يمين وشمال بيتحركوا معايا، تمام؟ هغيرها للعرض وهحط الورقه مثلا كده بالعرض وفاضل لي الحد بتاع المقاس هنا، همسكه من الجنبين، تمام؟ وهحركه كده لغايه لما يوصل مكانه، كده انا غيرت المقاس من الطول للعرض فعليا بالورق. ناقص ان انا اقول للمكنه انا غيرت المقاس بتاع الدرج. في مكن بمجرد انت ما بتغير المقاس كده هو اوتوماتيك بيعرف، بيبقى في حاجه اسمها اكتويتر بتحس بالموضوع ده. الاكتويتر هنا مرتبط بالدراع ده، يعني انا منين ما احط الدراع ده على مقاس الورقه بتاعتي اوتوماتيك المكنه بتفهم ده بالنسبه للموديل ده.
في موديل تاني بيبقى فيه بكره بيبقى مكتوب عليها المقاس، بمجرد ان انت بتغير المقاس الفعلي لازم تحرك البكره وتجيب الشكل اللي عليه المقاس اللي انت حطيته. عدا كده لو عملت حاجه مختلفه المكنه هتحشر معاك مش هتطلع ورق. لو انا حطيت مقاس ومفهم المكنه ان فيها مقاس تاني المكنه دي هتحشر. تمام، نرجع ده طول زي ما كان. تمام اهو اهو، تمام. يبقى كده عرفنا لو معايا الورقه عايز اصورها بحطها فين عشان تتصور، والورق اللي بيتصور عليها بحطه فين. تمام، نيجي نستخدم بقى، نخش على الاوبشنات بتاعه التصوير ونتعرف على البانل بتاع المكنه كاول حاجه معانا. تمام، البانل بتاع المكنه في عندنا الجزئيه دي تمام لوحديها اللي بيبقى فيها الارقام اللي انا بكتب عليها رقم الاعداد بتاعتي. تمام، بيبقى فيه زرارين خاصين بالكنسل، الكنسل الاصفر والكنسل اللي هو الاحمر ده. تمام، الكنسل الاصفر بيبقى ليه وظيفه اللي هي لو انا اخترت اوبشنات في المكنه وغمقت وش وظهر وتوزيع وعملت كل حاجه وعايز ارجع المكنه كاني لسه فاتحها من اول وجديد، تمام، بدوس على الاصفر ده بيرجع لي المكنه كاني لسه فاتحها دلوقتي. تمام، طيب لو انا مختار اوبشنات كده تمام ووش وظهر ومغمق وتكست فوتو ولا فول كولر او تمام، وكتبت مثلا عدد النسخ بتاعتي 15. تمام، عدد النسخ بيتكتب هنا، وجيت لا انا مش عايز 15 ده انا عايز 18، وهي هي نفس الاوبشنات بتاعتي مش هغير فيها حاجه، اقوم دايس على الكنسل البرتقاني. تمام، بعد ما ادوس على الكنسل البرتقاني هيلغي لي الرقم اللي انا كتبته بس العدد اللي انا كتبته، وهيسيب لي بقيه الاوبشنات زي ما هي، واقوم كاتب 18 العدد الجديد، وبعد كده ايه ادوس تصوير. تمام تمام، طيب في عندي زراير تانية هنا، الزرار بتاع التصوير اللي هو بعد ما اختار الاوردر بتاعي هيطلع من انه درج، وش ولا وش وظهر، هل هو في حالة الاوردر ده هيتوزع بعدد نسخ معين ولا هي ورقة واحدة هتتصور عدد معين. تمام، وبعد كده بدوس تصوير معانا. تمام، في عندنا بقية الزراير هنا، الزرار ده مثلا هنا خاص بالتكبير والتصغير بتاع الشاشه. في اوقات ناس بتتصل بينا بتقول لنا الشاشه اتغيرت وكل حاجه بقت كبيره، وده بالنسبه له بيبقى عطل. هو ده مش عطل، هو مجرد هنلاقي الزرار ده منور معانا. تمام، معنى ذلك ان المكنه واخده وضعيه تكبير، في ناس مش شايفه الكلام كويس بتدوس عليه عشان خاطر يكبر. تمام، لو دوست عليه تاني الدنيا هترجع زي ما كانت. يبقى عرفنا الارقام والكنسل الاصفر والكنسل البرتقاني وزرار بتاع التصوير، وفي زرار باور مؤقت هنا ما بيقطعش الكهرباء عن كل المكنه بس بيقطع الكهرباء عن الاماكن الحيويه بتاعه المكنه زي الساخن. تمام، وطبعا الشاشه والفيلر والجزء بتاع السكانر عموما. في عندنا في الجزئيه بتاعه الارقام زرارين نسيناهم اللي هو الشباك والنجم. هو ممكن ما نحتاجهمش في حاله التصوير قد ما بنحتاجهم في البرامج ان احنا نفهم وظيفتهم ايه. الشباك بالنسبه لي في البرامج بيمثل، الشباك في البرامج بيمثل لي اوكي او انتر. تمام، والنجمه في البرامج بتمثل لي سالب. ساعات في مكان يعني مثلا المكان الشحن بيتكتب بالسالب، فلما هاجي هكتب مثلا شحن المكنه سالب 500 هغيره هخليه مثلا سالب 700، لازم ادوس نجمه 700 وبعد كده شباك اللي هو الانتر او التاكيد بتاعي. يبقى النجمة وظيفتها ان هي سالب بتديني القيمة سالب، لو عايز ادخل اي قيمة السالب قبل اي رقم هدوس سالب وبعد كده ادوس الرقم، والانتر قلنا اللي هو اوكي، الشباك قلنا اوكي او انتر. تمام، الفيديو الجاي ان شاء الله هنتعرف على الوظائف اللي موجودة عندنا في الشاشة التاتش وبقية الوظائف بتاع المكنة وازاي تعملها.